بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله هذا الفوز هذا كنا كنحتاجوه بمشقة الأنفس، فرغم كنا كنقدموا عروض اللي هي مزيانة ولكن ما كيجيبش الله. فهذا الفوز هذا غيعطينا معنويات باش غادي نمشيو لمقابلات أخرى اللي غادي نحققوا فيهم نتائج إن شاء الله إيجابية. وكنشكر اللاعبين اللي قاموا بمباراة جميلة، كنتمنى الشيء يستمر إن شاء الله ونزيدوا نحصدوا مزيد من النقاط. شكرا خيرا.